شكرا لمجدي. قبل الختام، نجا رجل من موت محقق بعدما طارده أويل في منتزه أو متنزه غرب العاصمة البريطانية لندن. الزائر اقترب فجأة من أحد القطعان في المتنزه، ما دفع بالذكر المسيطر إلى مطاردته حول سياج صغير مستدير، فما كان من الأخير إلا أن تسلق السياج ومنه إلى الشجرة. ويبدو أن توقيت الزائر كان سيئا للغاية بسبب موسم تزاوج الغزلان الذي تتخلله منافسة شرسة بين ذكورها على الإناث.